وازيكم يا حلوين؟ فيديو النهارده هيكون عن رجعت القناه وبعد زلزالي من اليوتيوب. طبعا انا كمان كنت في مشوار بس مش اكتر، وقلت لكم حابه اقول لكم يعني مش هنزل فيديوهات ولا اهتم بالقناه خالص 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 خالص. كنت النهارده عشان كنت معتزله من اليوتيوب، بس بجد شكرا على التفاعل الحلو ده. ف شكرا اللي حاطط ديسلايك كمان كتير قوي، وشكرا على 301 تعليق كتير قوي. ويا جماعة كنت عايزة اقول لكم على حاجة كمان، اللي هيتبادل اشتراكات بالتعليقات للأسف انا هعمله حظر مستخدم، تمام؟ ما يعرفش يكتب تعليق في اصلا قناتي، عشان دوت بيقفل قناتي، تمام؟ ممكن يقفل قناتي زي ما قفل قناتي سما ستوريز، تمام؟ انا زعلانة على قناتها قوي، فبليز محدش يتبادل اشتراكات. وبس حابة اشكركم على 585، نفسي اوصل 600. هاشتاج عامله توصيل جديد 600، ان شاء الله هنوصل 600 بكره. بس نشوفكم في فيديو جديد وسلام.